تحت شعار سيد الأوصياء وسيدة النساء عليهم السلام قدوة وأسوة، شهدت العتبة الكاظمية المقدسة اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي السنوي 13 والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة 82 باحث وباحثة من داخل العراق وخارجه لمناقشة القضايا التي تتعلق بالمجتمع والأسرة والتربية والتعليم والإعلام والمخطوطات والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن دراسات نهج البلاغة لتكون المنهج في هذه البحوث. وكان افتتاح المؤتمر برعاية خادم الإمامين الجوادين عليهم السلام الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر حسن الشمري بحضور وفود العتبات المقدسة وكذلك المزارات الشيعية الشريفة ونخبة من فضلاء الحوزة العلمية الشريفة وعدد من رؤساء الجامعات العراقية وعمداء الكلية ومديري المراكز والمؤسسات البحثية. تستمر فعاليات المؤتمر إذ توزعت البحوث البالغة 82 بحث على 4 قاعات بجلسات صباحية ومسائية والتي تركز على نشر تراث أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وبيان أهميته والعمل على ترسيخه بين أوساط المجتمع لأنه يمثل منهجاً ونموذجاً في الرسالة الإسلامية الأصيلة. يهدف المؤتمر العلمي الدولي السنوي 13 إلى نشر الثقافة الإسلامية وترسيخ المبادئ الإنسانية والمعرفية لسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام واختناء المكتبة الفكرية والأدبية بالإضافات المعرفية الرصينة والتواصل بين الباحثين وتلاقح أفكارهم في رحاب العتبة الكاظمية المقدسة.